بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل بإذن الله تعالى شرح كتاب فقه السنة للشيخ السيد سابق رحمه الله تعالى، وما زلنا في كتاب البيوع وأحكامها، وقد توقفنا عند قول المؤلف رحمه الله: إيفاء الكيل والميزان. قال: يأمر الله سبحانه بإيفاء الكيل والميزان، فيقول: وأوفوا الكيل والميزان بالقسط، ويقول: وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم، ذلك خير وأحسن تأويلا. أحسن تأويلا يعني أحسن عاقبة أو مآلا، يعني عاقبته حميدة. قال: وينهى عن التلاعب بالكيل والوزن وقطف فيهما. فيأمر الله تعالى بإيفاء الكيل والميزان، يعني إعطاؤه وافيا. إذا الإنسان باع صاعا من تمر يجعل الصاع وافيا، يعني كاملا لا نقص فيه. وينهى عن التلاعب بالكيل والوزن وقطف فيهما، فيقول: ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون، وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون، ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه، أنه أبو هريرة رضي الله عنه أول ما أسلم، يعني سمع النبي صلى الله عليه وسلم، يعني دخل النبي صلى الله عليه وسلم يصلي يقرأ إيه: ويل للمطففين. قال: فقلت: ويل لأبي فلان، له مكيالان، إذا ابتاع اكتال بالوافي، وإذا باع كال بالناقص. تذكر رجلا والعياذ بالله كان عنده مكيال، عنده صاع يشتري به لما هو يكيل لنفسه، صاع آخر لما يجي يبيع. ويذكر أهل العلم يعني أن تطفيف المكيال والميزان والنهي عنه، وإن كان يعني سبب النزول ومواضع الورود يعني في الكيل الحسي والميزان الحسي في البيع والشراء، لكنه أيضا يعني لفظ الآية يشمل التعامل مع الناس عموما، يعني الإنسان يعامل الناس بما لا يحب أن يعاملوه به. يعني هو إذا قال له أحد كلمة يتأذى بها ويتضرر منها ويريد منهم أن يكفوا عن هذا التصرف أو هذا الفعل، ثم هو يفعل نفس الشيء هو مع الآخرين ولا يبالي به، هذا من تطفيف المكيال والميزان. له مكيال يشتري به لنفسه ومكيال آخر يكيد به للناس. قال: ويندب ترجيح الميزان عن سويد بن قيس قال: جلبت أنا ومخرفة العبدي بزا من هجر. بز القماش، يعني بز القماش أو الملابس. قال: جلبت أنا ومخرفة العبدي بزا من هجر، من هجرة، وهجر اسم بلد يعني اللي هي المنطقة الشرقية في الجزيرة العربية، يعني منطقة هجر زي منطقة الأحساء وشرق الجزيرة العربية. قد جلبت أنا ومخرفة العبدي بزا من هجر، فأتينا به مكة، فجاءنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي، فساومنا سراويل فبعناه، وثم رجل يزن بالأجر، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: زن وأرجح. النبي عليه الصلاة والسلام ساومهم سراويل، يعني اشترى منهم سراويل واتفق معهم على أجر، وكانوا في هذا الوقت يزنون الدراهم والدنانير، مرات إذا كانت قليلة تعد عدا، إذا كانت كثيرة توزن وزنا. فكان هناك رجل يزن بالأجر، يعني اللي عنده شيء يريد أن يزنه فيعطيه الوزان يزن له، يقول له مثلا عنده مكاييل معينة، هذه 1000 درهم، هذه فيزن له الدراهم، يزن له كده. فقال: زن وأرجح. يعني النبي عليه الصلاة والسلام طلب من يزن أن يزن ويعطي بزيادة، يعني
من باب ايه؟ الاحتياط. يعني الانسان يعطي ما عليه مطلوب منه وزن معين فيعطي الوزن المطلوب ويزيد ايه شيئا قليلا من باب الاحتياط. قال اخرجه الترمذي والنسائي وابن ماجه وقال الترمذي حسن صحيح. قال السماحة في البيع والشراء. قال روى البخاري والترمذي عن جابر. طبعا الاول ايه يندب ترجيح الميزان، يعني اعطاء الوزن المطلوب بالضبط هذا الحد الادنى الواجب يعني، لكن كل انسان يزيد عما هو مطلوب منه فهذا هو المندوب. يعني اذا انسان مثلا اشترى منك، اذا انت البائع ماشي وتبيع مثلا شيء بالكيلو، يعني فشخص اشترى منك كيلو جراما يجب الا يقل عن الكيلو جرام، كونك تزيده بعض الجرامات القليله من باب الاحتياط فهذا من المندوب، يعني انك تعطي المطلوب منك وتزيد بعض الشيء. لو تبيع تمر مثلا تزيد بعض التمرات زياده من باب ايه؟ الاحتياط، فهذا من الندب يعني مما هو مندوب. حتى لو كان الميزان فيه خلل يسير ولا حاجه ينجب. قال السماحه في البيع والشراء. روى البخاري والترمذي عن جابر رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رحم الله رجلا سمحا إذا باع وإذا اشترى وإذا اقتضى. وإذا اقتضى السماحة هي الايه؟ السهولة واليسر، يعني عدم المشاحة في الايه؟ في التدقيق الشديد في الأمر، ولكن الإنسان يكون عنده يسر وسهولة، فهذا من أسباب الرحمة، يعني مما يجلب رحمة الله تعالى للعبد أن يكون العبد سمحا إذا باع يعني وإذا اشترى. هنا في الروايات التي معنا وإذا اقتضى، في بعض الروايات وإذا قضى وإذا اقتضى، في يعني إذا طالب غيره بقضاء دين أو قضى هو الدين الذي عليه، وإذا باع وإذا اشترى فيكون سمحا. يعني مرات تجد الطرف الآخر مثلا يساوم في البيع أو يفاصل فيه مثلا، يريد منك أن تخفض له شيئا في الثمن إذا كنت أنت البائع، أو تزيده شيئا في البضاعة أو كذا. فرحم الله رجلا سمحا، يعني عنده السهولة، يعني إذا وجدت الطرف الآخر يعني محتاج أنك تزيده شيئا يسيرا ولا تخفض في البضاعة ولا تخفض له في الثمن ولا كذا، أو تقسط له مثلا أو كذا، وأنت تقدر على هذا الشيء تتساهل يعني مع الناس وتعطيهم ما يريدون طالما يعني لا يشق عليك ذلك، اللي يطلب زياده تزيده، اللي يطلب تقسيط تقسط له وكذا. فرحم الله رجلا سمحا اذا باع واذا اشترى. ايضا اذا كنت انت المشتري يعني وجدت البائع مثلا حريصا من السعر لا ينزل عن شيء معين او كذا، لا يعني لا تضغط عليه يعني كثيرا وتحرجه حتى يخفض لك مثلا بما يكون متضررا به، وانما يعني اذا طلب شيء وانت قادر عليه، خاصه يعني عندما يكون الانسان قد وسع الله عليه مثلا تروح تشتري سلعه رخيصه مثلا في بلاد اخرى مثلا، والبائع هو ربحه مثلا شيء محدود ولا كذا. يعني المقيمون هنا في امريكا يعني لما تنزل مثلا البلاد العربيه الاسلاميه وكذا تجد بائع خضروات ولا بائع كذا وهامش ربحه شيء يسير، وهو حريص يعني اي تنزيل في السعر يتضرر به، وانت يعني ما يفرق معك كثيرا، يكون الانسان يعني سمحا في الايه؟ في الشراء، تعطيه ما يريد او تزيده عما يريد وكذا. فرحم الله رجلا سمحا اذا باع واذا اشترى واذا قضى واذا اقتضى. ايضا عندما تطالب المدين بالسداد ما عليه من الدين، فايضا يعني لا يعني من حسن الاخلاق يعني عدم الالحاح الشديد والتضييق الشديد على مستدين يعني بما يحرجه ويضيق عليه، وكذلك عدم المماطلة عندما تكون أنت المستدين وقادر على سداد الدين، تكون سمحا أيضا حتى لو مسموح لك بفترة زمنية وأنت قادر على السداد قبلها وكذا. فالإنسان يعني يعطي زيادة على ما هو مطلوب منه في حدود ما يستطيع. قال بيع الغرر. بيع الغرر. قال بيع الغرر في الحاشية تحت. قال الغرر أي الغرور، وهو الخداع
الذي هو مظنة عدم الرضا به عند تحققه، فيكون من باب أكل أموال الناس بالباطل. هو في الحقيقة التفسير اللي فوق هو يعني الأدق يعني الأحسن اللي هو موجود في المتن فوق، قال بيع الغرر هو كل بيع احتوى جهالة أو تضمن مخاطرة أو قمارا. هذا التعريف الأدق يعني بيع الغرر، لأن وردت أحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر، نهى عن بيع الغرر. فبيع الغرر هو إيه؟ كل بيع احتوى على جهالة أو تضمن إيه؟ مقامرة، أي بيع فيه مقامرة أو فيه جهالة، فهذا يدخل في الغرر. يعني جهالة؟ نعم؟ جهالة. الجهالة هو طبعا كما سيشرح هنا مرات يكون المبيع مجهول الوزن، مجهول أو يكون البيع فيه جهالة في الأجل، زي اللي يبيع مثلا حملا في بطن الناقة لا يدرى مثلا الحمل هذا حي أو ينزل حيا أو ميتا أو صحيحا أو مريضا أو كم وزنه أو كم، فهذا شيء بيع شيء مجهول يعني، أو يبيع حاجة ملفوفة مثلا في غلاف وليس عليها توصيف ولا رؤية، لا رؤية هي نفسها ولا رؤية مثلا مثال لها أو نموذج لها، ولا بحيث لا يعلم وزنها ولا يعلم حقيقتها. تأتينا إن شاء الله أمثلة عديدة لهذا النوع عندما يكون هناك جهالة في البيع أو مقامرة. المقامرة هو الميسر يعني قمار، مخاطرة أو قمارة. نعم برضو المخاطرة هي بمعنى القمار والميسر يعني فيها مخاطرة، يمكن أن يخسر كل شيء ويضيع عليه ماله أو يربح أضعاف مضاعفة أو يخسر كل شيء. يعني كلمة الغرر والقمار أو الميسر، القمار بمعنى الميسر، الغرر والقمار أو الميسر، مرات هذه الألفاظ يعني إذا أتى الواحد منها يشمل الآخر، يعني يقيل الغرر فيكون الميسر أو القمار داخلا في معنى الغرر يعني. لكن إذا الألفاظ يسمون إذا اجتمع افترق وإذا افترق اجتمع، يعني من يجي الغرر وحده فالقمار هو من الغرر، لكن إذا انفرد يعني هذا إذا انفرد، أما إذا اجتمع في لفظ واحد مرات يقول تجد في العبارة الواحدة في كلام بعض الفقهاء إذا كان فيه غرر أو قمار، غرر أو قمار، فإذا ذكر القمار على أنه مقابل الغرر ففرقوا بينهم أن القمار هو عندما يكون الإنسان مثلا يدفع مالا ثم إما أن تخسر ما دفعت لا تأخذ شيئا أو تأخذ أضعافا مضاعفة، زي طريقة الميسر يعني زي يعملوا قرعة مثلا يكون 10 أشخاص كل واحد يدفع $1,000 بده يعملوا قرعة يدفع نصيبه ياخذ الايه 10,000 والباقي يخسر كل شيء، فيدفع 10 على امل انه اما ياخذ بدل يدفع 1000 اما ياخذ بدلها 10,000 او تروح منه ال1000 بدون ان ياخذ اي شيء. الغرر يكون عندما يعني هو سياخذ مقابلا، بس المقابل قد يكون قليلا أقل بكثير مما دفع أو أضعاف ما دفع، بس هو لن يعني لن يخسر كل شيء بالمرة يعني، زي يكون مثلا في 10 أشياء واحدة ب500 واحدة ب1000 وواحدة ب2000 واحدة ب3000 واحدة، فهو مثلا هم 10 كل واحد هيدفع 1000 وبعدين هياخذ واحدة من هذه الأشياء، ممكن يطلع له ب500 فيكون خسر 500، ممكن يطلع له اللي ب2000 فيكون كسر او كذا، فبيكون غرض اللي هو الصوره اللي هي فيها انه لن يخسر يعني، هو عارف انه مش هيروح منه كل شيء لكن ممكن ياخذ اقل مما دفع او اضعاف ما دفع بطريقه فيها نوع من الجهاله يعني، كما سياتي توضيحه ان شاء الله من خلال الامثله اللي يبيع الحصاد ويبيع المنابذة والملامسة وسيأتي شرحه إن شاء الله. فإذا يعني باختصار نستطيع أن نقول يعني الغرر والمقامرة
أو القمار أو المخاطرة والميسر، كلها ألفاظ متقاربة المعنى. قال: وقد نهى عنه الشارع ومنع منه. قال النووي رحمه الله: النهي عن بيع الغرر أصل من أصول الشرع، يدخل تحته مسائل كثيرة جدا، ويستثنى من بيع الغرر أمران. يعني النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن بيع الغرر كما قال الإمام النووي رحمه الله، هذا أصل عظيم من أصول البيع، يدخل تحته أنواع عديدة من البيوع المحرمة. فتجد الفقهاء يقول هذا البيع محرم تعليل لأنه من بيوع الغرر، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر. هذا أصل يتفرع تحته أنواع كثيرة من المعاملات. يقول: لكن ذكر الفقهاء أن بيع الغرر يستثنى منه صورتان، يكون بيع الغرر فيهما حلالا في هذه الصورتين. الصورة الأولى: أحدهما ما يدخل في المبيع تبعا، بحيث لو أفرد لم يصح بيعه، كبيع أساس البناء تبعا للبناء، واللبن في الضرع تبعا للدابة. يعني هنا مرات عندنا يعني قاعدة النهي عن بيوع الغرر، وهناك قاعدة أخرى وهي يغتفر في التابع ما لا يغتفر في المستقل. من القواعد الفقهية أيضا يغتفر في التابع ما لا يغتفر في المستقل، أو ما لا يغتفر في الأصيل، أو مرات يكون التابع تابع، أو كذا. الفقهاء يستعملون هذه التعبيرات. فدايما التابع، هذه من أيضا من أصول الشرع، أن الشيء التابع له أحكام غير أحكام الشيء المستقل. فهنا ضرب مثالا، يعني بيع أساس البناء، إذا الإنسان يشتري بيتا مبنيا، طيب الأساس الذي في الأرض، طبعا خاصة في الأزمنة القديمة لم تكن يعني علوم الهندسة وكذا يعني الأشياء مضبوطة فيها، كمية الحديد وكمية الإسمنت وكمية كذا بحسابات دقيقة وممكن تكون محفوظة وتكون كذا. فإذا الإنسان اشترى بناء، البناء هذا جزء منه أساس تحت الأرض وجزء ظاهر فوق، والأساس اللي تحت الأرض هذا كم كمية الأخشاب والحديد اللي تحت الأرض وكذا لا يعلمها، لكن هو هو لا يشتريها مستقلة، هو يشتريها تبعا للبناء، هو يشتري البيت بما ظهر منه على سطح الأرض وبما هو مدفون تحت الأرض من الأساسات. فهو يشتري الأخشاب والحديد المدفونة في الأرض تحت وكذا، وهو يعني لا يعلمها تفصيلا، لكن هي على سبيل التبع. لو أنه اشترى الأساسات فقط، لو البيت هذا منهدم وما على سطح الأرض زال، وهو بيشتري فقط الأساس اللي تحت الأرض هذا وهو لا يعلمه، يكون هذا منهيا عنه لأنه فيه جهال. لكن إذا اشتراه تبعا للبناء فيجوز. واللبن في الضرع تبعا للدابة، لو شخص يبيع اللبن الذي في ضرع الدابة يبيعه مثلا بدرهمين، وهو لا يدري كمية اللبن الذي في الضرع كم مقداره، فهذا يكون منهيا عنه لما فيه من الجهال، لابد يحلبه الأول ويشوف كم مقداره ثم يبيع. لكن إذا باع الدابة بما فيها من اللبن على سبيل التبع فهو حلال. نفس الشيء في موضوع الحمل أيضا، يعني وردت أحاديث تفيد النهي عن بيع الحمل، أي مستقلا، يعني الفقهاء قالوا أي مستقلا، إذا إنسان عنده ناقة حامل أو شاه حامل أو فيبيع الحمل الذي في بطنها مقابل مبلغ كذا، هذا لا يجوز، لأن الحمل الذي في بطنها قد يكون ذكرا أو أنثى أو حيا أو ميتا أو صحيحا أو معيبا، وهذه أشياء يختلف بها القيمة، فيها نوع من المقامرة أو الغرر أو الجهالة. واضح؟ يدفع حاجة ممكن يطلع الحمل ميتا براحت عليه المال، راح عليه المال الذي دفع، ممكن يطلع قيمته أقل مما دفع، ممكن يطلع قيمته أفضل بكثير مما دفع. لكن إذا باع ناقة حاملا أو شاة حاملا وزادت قيمتها مقابل قيمة الحمل، وهي مثلا ثمنها 10 بدون الحمل، وعشان هي حامل هيبيعها مثلا 13، فهو قدر قيمة الحمل وجعل له قيمة في البيع لكنه على سبيل التبع، فيجوز ذلك، فيغتفر في التابع ما لا يغتفر في المستقل.
الدية المغلظة. في الدية المغلظة أحسنتم، يعني أربعون تكون هي في دية قتل العم، مئة ناقة أربعون منها في بطونها أودادها. فهنا إيه؟ هذا جعل قيمة الدية تزداد. يعني من التطبيقات المعاصرة لموضوع اللي هو يغتفر في التابع ما لا يغتفر في المستقل وكذا، وأن هذا مستثنى من بيع الغرض. الفقهاء يذكرون المعاصرون يعني أكثرهم على جواز إيه؟ شراء أسهم شركات تجارية، يعني إذا كان المجال الأصلي للشركة في مجال حلال، يعني شركة ملابس، شركة أثاثات، تصنع كراسي وتصنع أشياء حلال يعني في أصلها، تبني بيوت كذا. فالموضوع يعني التجارة الأصلية للشركة حلال، لكن كل شركة بيكون فيها إيه؟ عندهم أموال وضعوها في بنوك، ويأتي حصة من إيه؟ من أرباح الشركة بتكون ناشئة عن فوائد لبعض الأموال اللي وضعوها في البنك أو أشياء من هذا القبيل. بس هم يعني هذا ليس هو مصدر الأساسي لربح الشركة، وعندما اشترى سهما كأنه أصبح واحدا من ملاك الشركة. يعني لو الشركة مثلا قيمتها مليون دولار، فعملوا الشركة مليون سهما، والسهم يساوي دولارا، وبيعت لمليون شخص، كل واحد اشترى دولار، فأنت لا أصبحت واحدا من ملاك الشركة. لكن إذا الربح الأصلي للشركة يأتي من النشاط المباح في شيء يعني على سبيل التبع، يعني أنت أخذته على سبيل التبع، ليس هو المصدر الأصلي للأرباح. إذا كان في نسبة أرباح قليلة جاية من نشاط محرر، لكنه ليس هو المقصود الأساسي للشراء. يعني أنت شاري سهم لأن شركة ملابس، شركة أثاثات، شركة عقارات، شركة كذا، فيكون هذا على سبيل التبع يعني، فيكون معفوا عنه. غير ما انك يعني تروح تشتري اسهم في شركه ربحها الاساسي والاصلي هو يعني الارباح الربويه او انشطه محرمه او شيء. ربح يتبع الحلال. فيصبح ايه؟ طالما النشاط الاساسي هو الحلال وكذا، وهذا شيء يسير وجاي على سبيل التبع، يعني هو جزء من الصفقه، ما تستطيع انك تفصله عن الصفقه يعني. يعني ما تستطيع تشتري الشركه الا هذا الجزء اللي هو جزء جاي داخل في الصفقة، يعني ليس هو المقصود الأساسي، لكنه شيء لابد تاخذه معها يعني، بدون ما تستطيع تجزأه وتخرجه. لكن هذا يعتبر يعني شيء استثنائي في البنوك الإسلامية. إذا كان هناك يعني بنوك إسلامية، إحنا ما نقول اشتري سهم في بنك، أنا نقول سهم في شركة، شركة سيارات، شركة ملابس، شركة كذا. يعني لأن مثلا شركة سيارات مثلا شركة بيع أسهم، يعني أنت تروح تشتري أسهم من شركة السيارات، فأنت أصبحت كأنك إيه تمتلك مثلا جزءا من مليون، جزء من إيه من هذه الشركة، وهي فيها حصة مثلا ضئيلة. يعني مثلا عادة الشركات لا تبقي أموالا كثيرة غير مستثمرة، يعني فما فيش أرباح تجلها من الفوائد الربوية إلا شيء لما يكون نادرا قليلا وكذا يعني. فأنت الأساس يعني ما اشتريت أسهم في شركة مصدر ربحها الفوائد، هي مصدر ربحها تصنع السيارات وبيع السيارات، ولكن هو من ضمن الشركة فيها جزء من هي أرباحها يسير، فيه نشاط مثلا ممنوع معين، فأنت أخذته على سبيل التبع يعني. أو مثلا محلات تجارية كبيرة، مثلا محلات زي وول مارت ولا تارجت ولا كده، يعني أساس البيع أشياء حلال يعني. لكن ممكن لو تدقق في المبيعات هتلاقي مثلا في بعض المبيعات القليلة ممكن فيها خنزير ولا فيها كحول ولا، بس هذا ليس يعني الشركة مش هي شركة كحول ولا شركة بيع خنزير ولا شركة، يعني هي الأساس بيع أشياء حلال، بعدين دخل فيها يعني جزء يسير من المحرم. إذا اشتريت سهما في هذه الشركة فهم صرت الأسهم ليستبق يعني في البورصة، تشتري سهم يعني كأنك أصبحت واحدا من ملايين الملاك لهذه الشركة يعني، بس لك حصة ضئيلة فيها يعني بحسب السهم هذا كل ما تزيد قيمة الشركة. فالشركة مجالها حلال وفيها شيء محرم جاي على سبيل التبع يعني، وجزء من الصفقة لا يمكن فصله عنها من هذا الباب. فهذا ما يدخل في المبيع التبع،
وجاء يعني ان النبي صلى الله عليه وسلم ايه يعني اجاز بيع العبد بماله، بيع العبد. النبي صلى الله عليه وسلم سئل في حديث عن ابن عمر رضي الله عنه عن بيع العبد وماله، فاجاز النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، يعني سنشتري عبدا يملك مالا وتشتري العبد بما يملكه من المال. فهو بيع المال وحده له شروط، انه لابد يدا بيد ومثلا بمثل وكذا، لكن لما تشتري عبدا بماله فالمال هنا دخل على سبيل التبع، فبالتالي لم يعد يشترط فيه ان يكون يدا بيد ومثلا بمثل، انك لا تشتري مالا بمال، وانما اشتريت المال تبعا للعبد، فبالتالي المال الذي يكون تبعا لا يشترط فيه ما يشترط في المال المستقل من المماثلة والتقابض في المجلس وكذا. قال والثاني ما يتسامح بمثله عادة، النوع الثاني المسموح به من بيوع الغرر ما يتسامح بمثله عادة، إما لحقارته أو للمشقة في تمييزه أو تعيينه، كدخول الحمام بالأجر مع اختلاف الناس في الزمان ومقدار الماء المستعمل. حمام اللي هو زي الحمامات العامة، سابقا كان يعني الناس ما كان عندهم أماكن للاغتسال في البيوت أو كده، بيكون في حمامات عامة يعني كل حي أو حارة بيكون في حمام عام مكان للاغتسال، معد للاغتسال، ويهيئون فيه الماء الحار وكذا والصابون والأشياء اللي يريد يغتسل، حمامات للرجال وحمامات للنساء وكذا، فيروح يغتسل في الحمام العام فبيدفع أجرة. فمرات مثلا هي الأجرة مثلا اللي بيدخل الحمام بدرهم، طيب الناس يتفاوتون في الاستعمال، ممكن الواحد استعمل كمية من الماء والصابون ضعف التي استعملها الآخر، فهو مش بيبيع لك يعني كمية ماء محددة وصابون محدد وكذا، وإنما استعمال الاغتسال المرة اللي بيدخل يستعمل الحمام المرة بمبلغ كذا، بغض النظر عن كمية الماء والصابون والفترة التي يقضيها فيه وكذا، مع اختلاف الناس في الزمان يعني مدة المكث في الحمام وهل طول ولا قصير ومقدار الماء المستعمل، لكن هذا الغرر فيه مسموح، يعني لأن البائع أخذ مثلا درهم مقابل استعمال، يمكن الشخص هذا يمكن واحد دخل طول واستعمل كمية كبيرة من الماء والصابون وكذا أصبح أخذ أكثر من الدرهم اللي دفعه، بس الثاني أخذ أقل مما دفعه، وهو في النهاية فالبائع الآن يعني قد يحصل له إما أن يخسر ماله أو يكسب أكثر، لكنه شيء يسير مما جرت العادة بالتسامح فيه، يعني إن التفاوت بين الناس هو في النهاية تفاوت يسير جرت العادة بالتسامح فيه، أو للمشقة في تمييزه، ما فيش طريقة أن يقعد يحسب يعني كيف مقدار استعمال كل شخص ويكون رقيبا على كل واحد ويحسب له الزمن وكذا. قال وكالشرب من الماء المحرز، ايضا شخص احرز ماء، يعني شخص عنده مثلا برميل او وعاء كبير مثلا من الماء جعل فيه ماء ويتقاضى اجره اللي يمر في الطريق اللي عايز يشرب من عنده يدفع مثلا نصف درهم ولا ربع درهم ويشرب من هذا الماء، فايضا الناس يتفاوتون، ممكن هذا يشرب كمية قليلة وهذا يشرب كمية كثيرة. وكالجبة المحشوة قطنة، الشخص بيبيع جبة محشوة زي الجبة زي البشتة أو العباءة أو كذا، فهي فيها طبقتين وداخلها حشو يعني تدفئة في البرد وكذا، فالحشو هذا لا يعلم هي نوعية القطن ونفاسة القطن أو رداءته أو كذا، لكنه مشي على سبيل التبع، يعني هو ما اشترى قطنا وحده، هو اشترى الجبة بما فيها من الحشو، ولا يمكن هو يشققها ويطلع الحشو ويحسبه ويشوفه، فبالتالي هذا مما يتسامح به إما لحقارته وإما لمشقة تمييزه، فهو بيشتري الجبة بحشوها
بمبلغ مثلا 10 دراهم ولا بغض النظر بقى عن ايه نوعيه الحشو وسمع وقيمته. قال وقد افاض الشارع في المواضع التي يكون فيها طيب كذلك يعني من التطبيقات المعاصره للنوع الثاني هذا ما يتسامح الناس به عاده اللي هي موضوع البوفيه المفتوح، المطاعم اللي هي مطاعم اللي يسموها البوفيهات المفتوحه هذه اللي تتقاضى يعني اجره ثابته وتدخل وعندك اصناف المأكولات كل واحد ياكل ايه يعني مقدار قدر ما يريد يعني واضح؟ فممكن شخص مثلا زي اللي يسموه ايه اولد كانتري بوفيه هنا نعم؟ فالآن مثلا الشخص مثلا بيدفع 10 دولارات ويدخل ياكل يعني، فممكن الشخص دفع 10 دولارات وراح ركز على اللحوم اكل اشياء مثلا كان جائعا وكان كذا ولا شيء، فاكل اشياء مثلا تساوي 20 او تساوي 15، بس الثاني راح اكل سلطات واكل اشياء او اكل قليلا او كان شبعان. فواحد اكل يعني دفع 10 واكل ب 20، ثاني دفع 10 واكل ما قيمته 5 او قيمته كذا، لكن المهم هو صاحب المطعم يعني هو راضي يعني هو في النهايه بيعمل الحسبه الاجماليه، هو بيدخل له في اليوم 100 شخص وياكلون كل واحد يدفع 10 وهو في النهايه يعني ايه ربحان يعني بغض النظر عنه، وهو متسامح يعني في كل واحد زاد واحد نقص، ممكن نفس الشخص اللي زاد اليوم لما بيجي في اليوم اللي بعده بياكل اقل وبياكل، فهي مما تسامح الناس فيه اما لحقارته اما يعني لان اصلا يعني في النهايه اذا زاد او نقص هي اشياء يعني تافهه او لصعوبه تمييزه يعني مش ممكن يوقف رقيبا على كل شخص ويحسب له كم اكل وكم، فبالتالي هذا مما هو مسموح به. يعني يوجد بعض الفقهاء المعاصرين شددوا في موضوع البوفيه المفتوح يقول لا يجوز لما في توجد فتاوى يعني اللي يبحث منكم توجد فتاوى بعض العلماء يقول لك هذا حرام لانه فيه جهاله وبيدفع لازم الاكل تدفع 10 دولارات لازم ايه يقول لك تاخذ لابد المقابل يكون معلوما اما بالوزن ولا بالكيل ولا بالعرض ولا ما ينفعش تدفع 10 وتاخذ مقابل غير محسوب ولا كذا. في الحقيقه هذا تشديد في غير موضعه يعني الصواب ان هذا يدخل في هذا النوع الثاني اللي هو مما يتسامح فيه. صحيح فيه غرر وفيه جهاله وفيه كذا لكنه من النوع المسموح به من الغرر يعني اللي هو الغرر اليسير المعفو عنه لحقارته او للمشقه في تمييزه فده مستثنى. عفوا شيخ تفضل. حصل في هنا في امريكا في ولايه جورجيا احد الاخوه المسلمين كان يعني دائما يذهب الى بوفيه مفتوح وكان ياكل يعني يصطاد اللحم. فصاحب المطعم طرده. صارت قضية يعني في المحكمة وهو الذي يعني القاضي صار معه يعني قال صاحب المطعم أنت كتبت هذا ولا يحقك أن تطلبه. أخونا أنا قصة أن رجلا في إحدى الولايات هنا في أمريكا يعني كان يدخل البوفيه المفتوح ويركز يعني على اللحوم والأشياء الغالية وكده فلاحظه صاحب المطعم فطرده وصار يمنعه من الدخول فرفع قضية على المطعم وربح القضية اللي هو الزبون يعني ربح القضية. القاضي قال لصاحب المطعم انت ايه؟ انت اعلنت يعني انه مسموح للانسان ان ياكل كما يريد وانت لم يخالف الشرط الذي دخل عليه الاكل. بس هو في الحقيقة يعني من جهة بغض النظر عن انه ربح القضية او كده بس من الناحية الإسلامية يعني هناك شروط العرفية يعني هو يعني برضه في الإسلام إذا اللي بيسأل هو الزبون هذا فنقول يعني ايضا من القواعد الشرعيه يعني المعروف عرفا كالمشروط شرطا يعني مرات شروط تكون غير مكتوبه في العقود لكنها شروط متعارف عليها يعني الانسان اذا دخل يعني يراعي ايضا انه يوجد غيرها ايضا يستعملوا نفس المكان وصاحب المطعم يعني انما سمح بذلك وتقاضى مثلا هذه الاجره مقابل من المتعارف عليه ياكل في حدود هذه القيمه. فإذا اللي بيسأل يعني الشخص ما هل يجوز له أنه يعني يفرط في الاستعمال أو كذا بالطريقة فنقول يعني أنه كأنه عليه شرط وإن لم يكن مكتوبا فهذا الشرط العرفي كأنه مكتوب يعني لابد أن ألا
لا يضر بصاحبه. بخصوص المطاعم الصينية يعني في البلد هنا في أمريكا، يعني هو في الغالب المطاعم الصينية يعني بالنسبة للحوم اللي هي الدجاج والبقر والأشياء هذه هم لا يحضرونها من الصين، يعني هي بتكون هم يشترون من اللحوم المذبوحة هنا. يعني هو دائما العبرة ليست يعني بديانة البائع، ولكن العبرة في الذابح. يعني لو في مطعم صيني مثلا معين وانت تعرف ان الذابح صيني مثلا بوذي او كذا، يعني ليس كتابيا، ان هذا هو اللي هو بيذبح بنفسه، ففي هذه الحاله لا يجوز انك تاكل لحمه، لان ذبيحه غير الكتابي لا تحل. لكن اذا كنت لا تعلم عن مطعم بعينه ان الذابح فيه ليس من اهل الكتاب، فالاصل في هذه البلاد يعني ان الذابح يكون مسلما او كتابيا. يعني العبره بالغالب، العبرة بغالب أهل البلد، يعني فطالما في بلد كتابي فالذابحون يعني غالبا من أهل الكتاب أو من المسلمين، أو فبالتالي الذبيحة تكون حلالا، يعني إلا إذا علم يعني في مطعم معين أنه يتعامل مع مجزرة معينة عمالها من البوذيين أو الوثنيين أو كذا، هنا لا يجوز التعامل. أما إذا كنت لا تعلم هذا فنعمل بالإيد من الأصل في البلاد هنا، من الغالب على الذابحين انهم من اهل الكتاب ومن بلد اهل الكتاب، فتكون الذبيحه حلال حتى لو البائع غير كتابي، لكن الذبيحه في العدل هو بيشتري اللحوم، بيشتريها من سبس كلاب، ولا بيشتريها يعني هو في العدل لا يذبحون بانفسهم، انما يشترون اللحوم المذبوحه منه. يجب علينا ان احنا نسال في المطعم الصيني اذا كان الذابح ولا لا؟ لا يجب السؤال، يعني طالما هي بلد كتابي فالواحد يسمي الله ويقول، حتى لو البائع غير كتابي طالما البلد الغالب فيها اهل الكتاب فيكون حلالا. طيب قال: وقد افاض الشارع في المواضع التي يكون فيها، اللي هي هنا يعني يقصد المواضع التي يكون فيها الغرر. احنا قلنا بيع الغرر الاصل فيه انه منهي عنه، ذكرنا استثنائين يعني يباح فيهما الغرر، لكن ما عدا ذلك فالغرر يكون حراما ومنهيا عنه. وقد أفاض الشارع في المواضع التي يكون فيها، وإليك بعض، وإليك بعضها حسب ما كانوا يتعاملون به في الجاهلية. رقم واحد: النهي عن بيع الحصار، نوع من أنواع بيوع الغرر التي نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم. يعني عندنا نهي عن عام، في حديث عام أن نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيوع الغرر، ثم أنواع خاصة نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم. نجد حديثا النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحصى، ونهى عن الملامسة، ونهى عن المنابذة، نهى عن الملامسة، ونهى عن المنابذة، ونهى عن هناك أشياء تفصيلية وهي داخلة في كل من هي في الغرر، كل من هي عنها بنص تفصيلي وبنص عام. النهي عن بيع الحصى: فقد كان أهل الجاهلية يعقدون على الأرض التي لا تتعين مساحتها، ثم يقذفون الحصى حتى إذا استقرت كان ما وصلت إليه هو منتهى مساحة المبيع. في تفسير بيع الحصى الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا كان أهل الجاهلية في بيع الأراضي، فيجي شخص الأراضي الصحراء مفتوحة، يعني مثلا كانوا مثلا هذه القبيلة عند الأرض، القبيلة هذه مثلا لغاية هذا الوادي لغايه نهايه الجبل الفلاني، هذه ارض هذه القبيله. يجي واحد يشتري منهم فيقولوا له خذ حصاة، ويدفع مثلا 500 درهم ويشتري قطعه ارض حدودها حسب ما تصل الحصاة، ياخذ حصاة ويرميها بكل قوته فلغايه ما توصل الحصاة يبقى هذا طول الارض، ويروح عند الجهه الاخرى ويرميها يحددوا له طول الارض وعرض الارض حسب ما تصل اليه الحصاة بمبلغ مثلا كذا. فممكن واحد يعني ضربته قوية والحصاة راحت بعيدة، والتاني مثلا ضربته ضعيفة ولا كذا الحصاة. فإذا هو دفع مقدارا ثابتا من المال، اتفقوا معه أنه يدفع 500 درهم مثلا مقابل قطعة أرض حدودها غير معلومة وقد تزيد أو تقل.
فهذا فيه جهالة. قال: أو يبتاعون الشيء لا يعلمون عينه ثم يقذفون بالحصى فما وقعت عليه كان هو المبيع. تفسير آخر لبيع الحصى الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا يعني أيضا كان بعض أهل الجاهلية يكون التاجر يبيع أشياء متفاوتة القيمة، عنده أشياء متفاوتة القيمة، حاجة تسوى 10 دراهم، حاجة تسوى درهم، حاجة تسوى 50، وحاطط البضاعة مرصوصة كده بطريقة معينة، واللي يجي يشتري كل واحد يدفع 10 دراهم ويرمي الحصى. المبيع اللي تسقط عليه الحصى يبقى هو اللي إيه يأخذه ب10 دراهم. وقد تسقط الحصى على سلعة قيمتها درهم وهو دافع فيها 10 فيأخذها ب10، وقد تسقط الحصى على سلعة قيمتها 50 وهو دافع فيها 10. يمكن فيها في الصور المعاصرة مرات بعض ألعاب الأطفال كده، يضعون ألعاب للأطفال مثلا، يضع كوارة أو كوارتين اللي ربع دولار ولا ربع دولار ولا كده في وعاء كده، تعرفون داخله مثلا بعض الحلي وبعض الألعاب وبعض الأشياء، فداخله أشياء مثلا يمكن بعضها يسوى 5 دولارات وبعضها يسوى أقل من ربع دولار وبعضها يسوى كده، فهو أو قطعة حلوى أو كده، فهو يحط مثلا دولارا ويدور الجهاز وكده، فممكن ينزل له حاجة تسوى 5 دولارات أو تنزل له حاجة تسوى ربع دولار ربع دولار وهو دفع دولارا كاملا أو كده، فتشبه طريقة بيع الحصى هذه. فقال: ويسمى هذا بيع الحصى. اثنين، قال: النهي عن ضربة الغواص من بيوع الغرر المنهي عنه. قال: فقد كانوا يبتاعون من الغواص ما قد يعثر عليه من لقطات البحر حين غوصه، ويلزمون المتبايعين أو المتبايعين بالعقد، فيدفع المشتري الثمن ولو لم يحصل على شيء، ويدفع البائع ما عثر عليه ولو بلغ أضعاف ما أخذ من الثمن، ويسمى هذا ضربة الغواص. الغواصون الذين كانوا يبحثون عن اللؤلؤ ويخرجون الأصداف، تعرفون الأصداف هذه، فالغواص يغوص تحته ويخرج بعض الكمية من صدف البحر، فيفتحون الأصداف هذه مرات، يفتحون الصدفة لا يكون بداخلها شيء، كل مثلا يعني 100 صدفة ولا حاجة تطلع صدفة فيها لؤلؤة، مرات تكون صغيرة جدا مرات كده، فهو يعطون الغواص يعني مثلا يعطيه 100 درهم مقابل ان هو يغوص ويجيب له كمية من الأصداف هو نصيبه، فمرات مثلا الغوصة يطلع فيها الأصداف كلها لا يطلع فيها شيء، مرات يطلع فيها لؤلؤة تساوي مثلا 1000 دراهم مرات كده، فهو يدفع مبلغا ثابتا مقابل ضربة الغواص. فإذا هذا نوع من الغرض والجهل. قال: بيع النتاج، رقم 3، بيع النتاج، وهو العقد على نتاج الماشية قبل أن تنتج، ومنه بيع ما في ضروعها من لبن. النتاج اللي هو الحمل الذي في بطن الماشية يعني. في عندنا نوع، عندنا صورتان، صورة فيها بيع مجهول وفي صورة فيها بيع معدوم. إذا كانت الماشية حملت بالفعل يعني الناقة أو البقرة كانت حاملا بالفعل، لكن لا يدرى الحمل هذا حي أو ميت أو صحيح أو مريض أو ذكر أو أنثى أو كده، فهذا فيه جهالة، فإذا باع الحمل الموجود في البطن الآن فهذا فيه جهالة فلا يجوز. وكذلك
الصورة الثانية اللي هي بيع المعدوم، إن هي تكون غير حامل أساسا، فيبيع ما ستحمل به، ولعلها إنها قد لا تحمل، يمكن تموت قبل ما تحمل، أو يمكن لا تحمل لأي سبب، فهو ثم إذا حملت لا يدرى عن نوعية هذا الحمل وكذا. فبيع النتاج سواء كانت الماشية حاملة ويبيع الحمل الموجود في البطن، فهذا يكون منهيا عنه للجهالة، أو بيع ما ستحمل به الماشية، فهذا يكون منهيا عنه لأنه معدوم. بيع المعدوم والمجهول يدخل في بيع الغرر الذي نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام. قد ورد أيضا حديث في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع حبل الحبلة، أيضا فسر بالتفسير حبل الحبلة يعني ما تحمل به شاته أو ما تحمل به أمته، أيضا كان في بيع العبيد أيضا يفعلون نفس الشيء. فإما بيع الحمل الموجود أو ما ستحمل به. وهناك تفسير آخر أيضا بجعل الحمل أو وضع الحمل أجلا في البيوع، أيضا في تفسير نهي النبي عليه الصلاة والسلام عن بيع حبل الحبلة، ففسر بأنه بيع الحمل الموجود أو بيع ما ستحمل به الماشية، أو جعلوا ذلك أجلا في البيوع، يعني يقول له مثلا إيه، يشتري شيئا ويقول له أسلم البضاعة، تاريخ تسليم البضاعة من البائع أو تاريخ تسليم الثمن من المشتري عندما تحمل إيه شاته أو عندما تحمل أمته أو عندما تضع حملها. فهذا إيه الأجل أيضا فيه جهالة، يعني ممكن إيه الأجل قد لا تحمل أو قد يتأخر حملها. طيب قال بيع رقم أربعة، تكلمنا برضو بيع اللبن في الضرع تكلمنا عنه. رقم أربعة بيع الملامسة، وهو أن يلمس كل منهما ثوب صاحبه أو سلعته فيجب البيع بذلك دون علم بحالها أو تراض عنها. يعني النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الملامسة، فقالوا في تفسيرها يعني كان أيضا من طريقتهم أن يكون عنده البائع مثلا عنده أثواب، والأثواب مطوية لا يدري يعني صفتها، فيقول له أي ثوب لمسته فهو لك بدرهم، فهي أثواب مطوية كده، فيحط يده على ثوب يلمسه يأخذه بدرهم، ممكن لمس ثوبا إذا كشفه يجد مثلا قياسه أو نوعية القماش، ولا يجد على خلاف ما يريد، ولا أقل أو أكثر مما دفع، ففيها نوع من الجهالة، يعني لا يسمح له بتفحص الثوب وقياسه وتجربته وتأكد من مطابقته لما يريد. رقم خمسة بيع المنابذة، أيضا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المنابذة، وهو أن ينبذ كل من المتعاقدين ما معه ويجعلان ذلك موجبا للبيع دون تراض منهما. يقول له أي ثوب نبذته إليك، يعني طرحته عليك أو ألقيته عليك، فهو لك إيه بدرهم أو لك بكذا. فمرات يعني فإذا نبذ الثوب فقد وجب البيع بدون سماح له بتفتيشه. مرات أيضا يعني من طرق البيع التي كانوا يتعاملون بها، يعني مثلا البائع عنده مثلا 20 ثوبا ويأتي 20 مشتريا، كل واحد دفع مثلا إيه درهما، فهو يجي يأخذ أثواب وينبذ لكل واحد إيه ثوبا، الثوب الذي نبذته إليك فهو لك بدرهم. الأثواب متفاوتة المقدار، مش كلها متماثلة يعني نفس القياس ونفس نوعية القماش، كل واحد شكل يعني، فهو أي ثوب نبذته إليك فهو لك إيه بدرهم. فأول ما ينبذ إليه الثوب يبقى وجب البيع، ليس له خيار وليس له حق في ترجيعه إذا لم يكن مناسبا له، وقد يكون الثوب هذا يساوي أضعاف ما دفع أو أقل بكثير مما دفع، فهذا أيضا من البيوع المحرمة لما فيها من الجهل.
فهذه الأمثلة يعني التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم ونهى عنها يقاس عليها ما يشبه ما يشبهها من البيوع التي فيها الجهالة، فهي من جهة أنها تقاس على الملامسة والمنابذة وهذه الأمور وبيع الحمل وكذا إلى آخره، ومن جهة أخرى أنها تدخل في النص العام اللي هو نهى عن بيع الغرض يعني بصفة عامة. رقم 6 قال ومنه بيع المحاقلة، والمحاقلة بيع الزرع بكيل من الطعام معلوم. المحاقلة تكون في الايه في الحبوب يعني زي القمح والذرة والأرز وكذا إلى آخره. فمثلا يعطيه مثلا صاعا من القمح اللي هو الجاف اليابس ويشتري به ايه كمية قمح لسه لا تزال ايه رطبة في السماء، يعني بيع الزروع الرطبة التي يعني لم تحصد بعده بقمح ايه موزون، فيكون يعني باع قمحا بقمح مع التفاوت في المكيال، لان يعني الحب اللي هو الرطب الذي لم يشتد ولم لسه، فبالتالي اذا يبس و يعني ثم ايه استخرج الحب ووزن او كيل او كذا قد يكون المكيال متفاوتا عن القيمه التي اخذها، فيكون باع كيلا بكيل يعني مع التفاوت. قال ومنه بيع المزابنه، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المزابنه، والمزابنه بيع ثمر النخل باوساق من التمر، هذه خليها ايه من التمر، في بعض النسخة من الثمر هي من التمر، يعني بيع تمرا برطب، يعني هي المزابنة بيع الرطب بالتمر، يعني بيع البلح يعني هو رطب على الأشجار على النخيل يبيعه بتمر يابس مجفف، يعني زي المحاقلة في الزروع في الحبوب والمزابنة في الايه في التمر يعني وما يشبه. فمرات مثلا شخص عنده نخلة ومحصول النخلة يعني مثلا هي النخلة في الحالة قالوا يعني مرات ما بين 45 كيلو جراما إلى 120 كيلو جراما من التمر مقدار التمور التي تأتي بها النخلة، يعني تتراوح ما بين 45 كيلو إلى 120 كيلو حسب جودة النخيل وأنواعها المختلفة وكذا. فمثلا هو يعني يقدر مثلا نخلة الآن عليها البلح لسه رطب يعني لم ييبس ويجف، ويقول له مثلا النخلة دي أتوقع أنها تجيب مثلا 70 كيلو جراما من التمر، فيعطيه 70 كيلو جراما تمرا مقابل ما على النخلة من الإيه من الرطب. فممكن مثلا الرطب الذي على النخلة قد يكون مثلا إيه هو أعطاه 70 كيلو من التمر، ممكن الرطب الذي على النخلة قد يكون 100 كيلو، إذا جف وصار تمرا قد يكون 100 كيلو، قد يكون 60 كيلو، قد يكون، فيكون باع تمرا بتمر مع التفاوت في يعني في الكيل أو الوزن أو كده، التمر يباع كيلا يعني. موضوع المزابنة فيه يعني فيه استثناء اللي هي مسألة العراية، أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في العراية، وهي صورة خاصة أباحها النبي عليه الصلاة والسلام للفقراء، ولها شروط معينة، يعني الفقراء كانوا يتصدق عليهم بالتمر، فيكون الفقير عنده كمية من التمور تصدق به عليهم، فيأتي موسم الرطب وليس معهم دراهم يشترون بها الرطب، يعني عندهم تمر وما عندهم دراهم يشترون بها الرطب، ويشتهون الرطب يعني في موسم الرطب وكذا، يشتهون الرطب وليس عندهم إلا تمر يابس وليس عندهم دراهم يشترون بها الرطب، فرخص النبي صلى الله عليه وسلم لهم في مقدار معين يعني لا يتجاوزونه
حدد لهم المقدار المسموح به، وقال الفقهاء يعني بشرط ايضا ايه يعني الا يكون معهم دراهم يشترون بها الرطب وكذا، يعني فيكون استثناء للضروره يعني ولهم شروط معينه، لكن الاصل هو النهي عن المزابنه. يعني انسان عنده مزرعه كبيره ولا عنده كذا ويبيع يعني ثمار هذه المزرعه بكميه من التمور اليابسه او كذا، فالاصل ان هذا الشيء محرم الا في العرايا التي رخص فيها النبي صلى الله عليه وسلم بضوابطها وشروطها. كم مقدار الاوسط للعرايا؟ هو نصاب الزكاة 5 أوسق، بس المقدار والله الآن يعني غاب عن بالي، بس لو حد عنده مجال يبحث. جاء الحديث يقول 5 أوسق فيما دون ذلك، 5 العرايا 5 أوسق، يمكن نراجعها إن شاء الله. هي 5 أوسق هذه اللي هي نصاب الزكاة، يعني نصاب زكاة الزروع والثمار 5 أوسق. النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس فيما دون 5 أوسق صدقة، والوسق 60 صاعا، الوسق 60 صاع، فمن 5 أوسق 65 يعني كم إيه؟ 300 صاع، 300 صاع، والصاع إحنا قلنا 4 أمداد ووزنه بالكيلو جرام، يعني يتراوح ما بين 2 كيلو جرام و100 تقريبا لغاية 3 كيلو حسب يعني نوع، فممكن يعني منهم 300 كيلو، 300 صاع، لو الصاع 3 كيلو جرام يعني حوالي 900 كيلو، لو هو 2 كيلو حوالي 600 كيلو، يعني يتراوح ما بين 600 وشوية إلى 900 كيلو جراما. فهذا اللي هو الحد الأدنى الذي من كان، يعني لو شخص عنده نخلة واحدة بتطلع له 100 كيلو جراما مثلا، هذا لا زكاة عليه. شخص عنده في بيته نخلة وزارعها بتجيب له في السنة 100 كيلو جرام من التمر، لا زكاة عليه لأنها دون 5 أوسق، لكن لابد أنه يكون عنده يعني كمية من الزروع والثمار بتجيب له 5 أوسق على الأقل حتى تجب عليه الزكاة، إذا كان دون ذلك لا زكاة عليه. ممكن موضوع العراية إن شاء الله لو بس يحتاج مراجعة الشروط أو نذكر إن شاء الله. قال ومنه رقم 6، ومنه وصلنا رقم 8، رقم 8 قال ومنه بيع المخاضرة، والمخاضرة بيع الثمرة الخضراء قبل بدو صلاحها. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمر حتى قبل بدو صلاحه، وفي قال وما بدو صلاحه؟ قال حتى يحمار أو يصفر، يعني حسب إيه نوع الثمار المختلفة، يعني يرجع في ذلك إلى العرف، يعني كل ثمرة لها طريقة معينة، بعض الثمار بدو صلاحها أنها تحمر أو بعضها أنها تصفر أو بعضها أنها تتموه، يعني زي العنب يتموه يعني يصبح فيه ماء يكون يابس، بعدين إيه بدو صلاحه أن يتموه يعني يصبح إيه طريا داخله ماء، يعني إذا حصرته كده ينزل منه الماء، فطول ما هو لسه يابس لم يبدو صلاحه، أول ما يدخله الماء يبدأ إيه بدأ صلاحه وهكذا. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمر قبل بدو صلاحه، وهذا أيضا يعني مما يدخل في بيع الغرر، يعني لأنه قد تأتيه آفة فتتلفه ولا يصلح، ويكون المشتري قد خسر ماله، يعني فيها كأنه نوع من المقامرة، يشتري ثمرا لم يبدو صلاحه، فالثمار معرضة قبل بدو الصلاح أنها تتلف، يعني قد يحصل لها آفة ولا يتم نضجها فيكون قد خسر ماله. ومنه بيع الصوف في الظهر، يبدو لأنه لا يعلم مقداره، يبيع صوفا في ظهر الغنم أو كذا، لا يدرى كمية الصوف التي ستخرج من هذا الغنم، فيجزها أولا ثم يبيعها بالوزن أو بالكيلو. قال ومنه بيع السمن في اللبن، بيع السمن في اللبن،
يعني يعطيه كمية من اللبن ويقول له أبيعك إيه السمن الذي يخرج من هذه الكمية من اللبن هو لك مثلا بعشرة دراهم، فهو معه كمية لبن واللبن هذا حتى يخرج منه السمن ينفصل الماء وينفصل كذا ويتصفى لغاية ما يخرج منه سمنه، فممكن كمية اللبن هذه تخرج سمنا قليلا أو سمنا كثيرا، فلا بد أن يستخلص السمن أولا ثم يبيع السمن بإيه يعني وزنا أو كذا. قال ومنه بيع حبل الحبلة، ففي الصحيحين الحبل اللي هو الحمل يعني، ففي الصحيحين كان أهل الجاهلية يتبايعون لحوم الجزور إلى حبل الحبلة، وحبل الحبلة أن تنتج الناقة أو تنتج الناقة ما في بطنها ثم تحمل التي نتجت أو نتجت، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. فهذه البيوع وأمثالها نهى عنها الشارع لما فيها من غرر وجهالة بالمحدود عليه. قلنا النهي عن بيع حبل الحبل يعني حمل الحمل، إما النهي عن بيع الحمل نفسه أو ما يحمل به الحمل، يعني عندما يولد الحمل ثم يكبر وتتناسل الماشية ويحمل الحمل، فإما بيع الحمل أو ما يحمل به الحمل أو جعل ذلك أجلا في البيوع، زي هنا إيه يبيع اللحم الجزور ويجعل أجلا إما في تسليم البضاعة أو في تسليم الثمن، الأجل هو عندما يحمل الحمل، يقول شايف هذه الناقة حامل عندما يوضع حملها ثم يحمل يسدد لك الثمن أو يسلمك البضاعة، فجعل ذلك أجلا في البيوع لا يجوز أيضا لما فيه من الجهل. نتوقف هنا إن شاء الله ونسأل الله تعالى